معنا الآن من القاهرة مدير مرصد حقوق الإنسان السوري رامي عبد الرحمن. أهلا بك أستاذ رامي معنا. أستاذ رامي، يعني نوعية هذه الضربة الإسرائيلية، تحديدا الهدف الذي استهدفته في حمص اليوم. نعم، صباح الخير. طبعا للمرة الأولى تستهدف هذه المنطقة التي كانت تعد ولا تزال خزان بشري لحزب الله اللبناني، والتي شكل فيها في مرحلة من المراحل ما يعرف بحزب الله السوري تلك المزارع الواقعة في ضواحي حمص الغربية كقرية المزرعة أم حارتين الربوة. هذه المنطقة للقاتلين في حمص يعلمون ماذا نعني، كانت ترفع رايات حزب الله عندما كانت الاشتباكات ما بين المعارضة والنظام وكانوا يشاركون. يعني هي منطقة موالية لحزب الله أم أنه فيها مخازن أسلحة مثلا أو ما إلى ذلك؟ لا هي لا، طبعا القصف لم يكن على داخل القرى، القصف كان على المزارع. يعني بأن هناك مخازن، يعني بأن هناك يعني مراكز تنصت لحزب الله، يعني أن هناك مستودعات. للمرة الأولى تستهدف تلك المنطقة ويقترب القصف من أحياء مدينة حمص، حتى أن البعض كان لا يعلم لماذا استهدفت تلك المنطقة. لذلك أقول بأن لم يكن هناك، يعني حتى العسكري الذي قتل من قوات النظام يعتقد بأنه من الدفاعات الجوية التي استهدفت من قبل الطائرات الإسرائيلية. وحتى المدنيين هم بلباس مدني، ولكن هل هم من المدنيين حقيقة الأمر أم هم من المجموعات الموالية لحزب الله؟ حتى يتبين الأمر سوف نتحدث عن المدنيين الذين قتلوا. ولكن الاستهداف عندما تستهدف إسرائيل تلك المنطقة بشكل قطعي، يوجد ما لديها لتستهدفه، لم تستهدف يعني داخل الأحياء المدنية، هي استهدفت المزارع التي تعد معسكرات لحزب الله السوري الذي كونه حزب الله اللبناني. طب أستاذ رامي، هذا التسارع والتزايد في وتيرة الضربات الإسرائيلية لأهداف مثل هذه في سوريا، حسب ما تحدثت الأنباء، لا أدري إذا كان الرقم دقيق، أكثر من 26 استهداف منذ بداية العام، صحيحني إذا لم يكن هذا الرقم دقيق. نعم. إلى أي مدى هو بالفعل يعني يحدث إرباك وبنفس الوقت يحد من نشاط حزب الله في داخل سوريا؟ يعني لا، هو يعني هدف اليوم هو لديه رسائل كبيرة من إسرائيل لجمهور حزب الله داخل سوريا. عندما تستهدف مزارع قرية المزرعة والقرى الموالية لحزب الله، هذا يدل بأنهم اقتربوا من مناطق الخزان البشري لحزب الله، وإن كانت مستودعات أو لم تكن مستودعات، بالنهاية هذا طريق مرور حزب الله، وهي منطقة نفوذ حزب الله في تلك المنطقة. إلى الآن لا يعلم ماذا استهدفت إسرائيل في مزارع تقع عند الضواحي الغربية لمدينة حمص، ولكن الاستهداف الذي كان الأول من نوعه هو رسالة لقاعدة حزب الله داخل الأراضي السورية أكثر من هي قضية تدمير سلاح في المنطقة. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك رامي عبد الرحمن مدير مرصد حقوق الإنسان السوري، كان معنا من القاهرة.